السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة علي تك دي زد. اليوم إن شاء الله مع معلومة جديدة، وهي كيفية إضافة زر إعادة التشغيل وزر إطفاء الحاسوب بنقرة واحدة هنا في الواجهة. مثلا نضع لنا أيقونة، وهنا أيقونة إعادة التشغيل وإطفاء الحاسوب. راح أعطيكم المعلومة هذه إن شاء الله بعد الفاصل. السلام عليكم، عدت لكم. الطريقة وهي تضغط على الزر الأيمن للفأرة، ثم تختار نيو، ثم تختار شورت كات. حسنا، تأتي إلى هنا، حروف صغيرة، سبيس، سلاش، ثم حرف S، ثم سبيس، ثم سلاش، ثم حرف T، ثم سبيس، ثم صفر. هذا صفر وليس O، صفر. حسنا، ثم نضغط next. هنا تعطيه اسم كما تريد، أنا راح أتركه شوت داون، ثم فينيش. تظهر لنا الأيقونة هنا، راح نغير الأيقونة هذه إلى أيقونة خاصة بالإطفاء الحاسوب. ننزل إلى هنا بروبريتيز، ثم نختار شانج أيكون، أوكي، ثم نضغط على الأيقونة المناسبة للإطفاء. أظن هذه المناسبة أكثر، ثم أوكي، ثم أبلاي، ثم أوكي. كما تشاهدون هذه هي. الآن نضيف أيقونة الريستارت أو الروبوت أو إعادة تشغيل الحاسوب. نفس الشيء، نضغط على زر الماوس الأيمن، ثم نيو، ثم شورت كات، ثم نكتب الأمر هذا. شوت داون نقطة exe space slash r space slash t space صفر صفر، ثم نضغط على next، ثم نسميه روبوت أو ريستارت أو كما يحلو لك، ثم ضغط فينيش. نأتي إلى مرحلة تغيير أيقونة هذه الأمر. اختصار، ننزل إلى Properties، ثم Change Icon، أوكي. هنا أنا بحثت كثيرا في هذه الأيقونات ولم أجد أيقونة مناسبة جدا إلا هذه الأيقونة. هذه الأيقونة هي المناسبة أكثر وتدل على أن شيء عكس مثل الإعادة أو، ثم أبلاي، ثم أوكي. هذا هو. لو ضغطت الآن راح يعيد التشغيل، ولو ضغطت هنا راح ينطفئ الحاسوب. هذا هو شرح اليوم. راح تجدون الاختصارات مكتوبة في الوصف. وهذا كل شيء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو. هذا كل شيء، إلى فيديو آخر إن شاء الله ومعلومة جديدة.